عرف مقر سفارة الجزائر بباريس اجتماع مكتب الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بفرنسا، حضره رجال أعمال جزائريين وفرنسيين تباحثوا من خلاله سبل تعزيز الاستثمارات الفرنسية في السوق الجزائرية وعرض أفضل الإسهامات الممكنة بين مختلف الفاعلين العموميين والخواص من أجل حمل ديناميكية الشراكة الاقتصادية بين البلدين إلى أعلى مستوى. De canaliser la force des entreprises françaises à l'export par jusqu'à 5000 entreprises en Algérie. وتعرف الاستثمارات الفرنسية في الجزائر ارتفاعا خاصة بعد زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى الجزائر منتصف سنة 2015، والتي جاءت لتعزيز اتفاق إعلان الجزائر حول الصداقة والتعاون الموقع من قبل رئيسي الدولتين في ديسمبر 2012. Donc il faut qu'on travaille avec la réglementation algérienne au même titre que quand on se développe en France on travaille avec la réglementation française. C'est pas une difficulté en soi. À partir du moment où il y a une demande sur le marché et que le marché est là et que nous on peut satisfaire ces demandes. يأتي اجتماع مكتب الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بباريس تحضيرا للزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة الفرنسي مانويل فالس شهر فبراير المقبل في إطار اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى التي أصبحت تنعقد سنويا في عاصمتي البلدين. هو لقاء جمع رجال أعمال جزائريين وفرنسيين لتوسيع مجال الشراكة الاقتصادية بين الجزائر وفرنسا ولدعم اقتصاد البلدين. لقناة الشروق نيوز محمد بوشيبا، باريس.